دكتور نبيل، يعني حماس اليوم هل من المبرر لها إن اتخذ الرئيس قراره بقطع الميزانية عن غزة؟ هل من المبرر لها أن تستخدم مسيرات العودة كوسيلة للضغط السياسي؟ أو هل من المبرر لها أن تخوض هدنة مع الاحتلال الإسرائيلي قد تفضي إلى فصل كامل لغزة؟ أولا دعينا نأمل بأن لا تصل الأمور إلى هذا الحد من حيث المبدأ، لكن ليس مبررا لأحد أن يعمل خارج إطار الشرعية الوطنية الواحدة. هنالك أمور يمكن يجري التغاضي عنها إذا كانت حل بعض الأمور الروتينية، حل بعض الأشياء الثانوية، ربما ماشي الحال بحكم الأمر الواقع. إنما في قضايا أساسية يجب أن تكون هي قضايا المنوطة بالشرعية الوطنية الواحدة. إذا صار عندنا في فلسطين شرعيتين فهذه هي ليس البداية وإنما نهاية القضية الفلسطينية. إذن خلينا نضع هذا في الاعتبار. الآن لا نريد أن نتحدث بالقطعة. في وضع فلسطيني بائس أشار له الأخ زياد، وضع فلسطيني غير مسبوق من حيث السوء حتى في اليوم التالي لقيام دولة إسرائيل وتشريد الشعب الفلسطيني. عمره ما انقسم الشعب الفلسطيني سياسيا وعقائديا وجغرافيا واجتماعيا كما هو الآن، وبالتالي يجب أن ينصرف الجهد الأول والأساسي إلى إنهاء هذه المعضلة. إذا لم ننهي موضوع الانقسام، التكيف مع الانقسام يعني أن حماس تمارس دور السلطة الكاملة في غزة وتعقد اتفاقات سواء سرية أو علنية، وهنا يجري شيء آخر والاثنين سيكون مشكوك في شرعيتهم. إذن لابد من عودة الوحدة إلى الجسم السياسي الوطني الفلسطيني المنهك بالانقسام والمنهك بالحصار أيضا. ليش يعني غزة فيها حصار إسرائيلي قاسي، ولكن هنا أيضا في حصار معنوي لا حدود له، عندما نعرف أن إسرائيل في أي حل قادم سوف تبتلع المنطقة سي التي تشكل فوق 60% من الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى الأغوار، إضافة إلى ما ترون في الخان الأحمر. يعني الوضع كله مأساوي أينما نظرنا، ولكن المعالجة كمان الكل متريح على اللي هو فيه، الكل مستريح يبدو. فبالتالي أنا أعتقد أن الاهتمام الأول والمسؤول الذي يجب أن يتم من الآن هو إنهاء موضوع الانقسام بتضحيات متبادلة، بتضحيات كما قال أخي زياد بدون النظر إلى المصالح الفصائلية، حيث أن هذه المصالح ستتقوض مع مصالح الشعب الفلسطيني كله والقضية الفلسطينية. لذلك يجب نحتاج إلى صحوة في هذا الاتجاه.